بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، لا زلنا متواصلين وانطلاقاتنا تستمر شوطا لا يقل أهمية عن الشوط الذي مضى، أيضا شوط رئيسي خصص للقعدان الحقايق ضمن هذه الانطلاقات أيضا المتميزة من انطلاقات السباق المحلي الأول. ينطلق هذا الشوط بكل ما هو جديد في هذا المسار المتميز. مباشرة نسير مع البداية والمركز الأول وصد هذا الشوط، حيث البداية مع شاهين محسن بن عميران بن بجاش بن عايض الفهيدة من يقدم لنا هذا الحضور مع البداية، ولكن أتابع الوصول والقدوم من شاهين محمد بن سيف بن فهد آل سيف الخيارين اللي غير وانتقل إلى صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثالث أتابع الوصول من الرماي سعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي، ولكن ارصد الوصول اللي واصل وقادم أيضا في هذا المسار، من يصل في هذا المسار المتميز يا سلام، او اللي واصل هنا في هذا الانطلاق الرائع والجميل يصل منزح محمد بن جار الله بن علي البريدي المري صح الاسم اللي واصل مع المركز الثاني المركز الثالث. اتابع الوصول والقدوم من اللي واصل ايضا في هذا المسار، يصل سلام محمد بن صالح بن سعد ال نابت، بينما المركز الرابع اتابع الوصول والقدوم ايضا من اللي واصل برزان محمد بن سالم بن مبارك بن جهويل المري، ولكن نعود مع الصدارة، نعود مع المركز الأول مع البداية وصدارة هذا الشوط. شاهين من ياتي مع المركز الأول محمد بن سيف بن فهد آل سيف الخيارين من يتصدر القائمة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، ولكن منزح محمد بن جار الله بن علي البريدي المري مع المركز الثاني المركز الثالث. ياتي شعار السناري مع برزان محمد بن سالم بن مبارك بن جهويل مع المركز الثالث المركز الرابع. أتابع الوصول أيضا من سلام محمد بن حمد بن صالح بن سعد آل نابت، ولكن نعود مع الصدارة، نعود مع المركز الأول منزح مع البداية مع صدارة الشوط. من يقدم لنا هذا الحضور؟ محمد بن جار الله بن علي البريدي المري، راح البريدي مع الصدارة مع المركز الأول، ولكن بالجهويل مع المركز الثاني، ولكن ارصد ما شاء الله وصل شعار حمد بن جار الله البريدي يقدم لنا ايضا الهكر، وصل مع الامتار الاخيره. يا سلام يا سلام، قادم من الصفوف الخلفيه حمد بن جار الله البريدي خلص الامور. سلام وتحيه واحترام لهذا الشعار، بينما المركز الثاني من وصل مع المركز الثاني ايضا كان الوصول من منزح محمد بن جار الله بن علي البريدي المري المركز الثالث، وصل مع المركز الثالث برزان محمد بن سالم بن مبارك.